السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا، إن شاء الله رب تكونوا بخير. طبعا أنا بقالي يومين ثلاثة ما نزلتش فيديوهات لأن الجو طبعا تراب وهواء شديد، ما بقدرش أنا أسجل أي فيديوهات في الموقع خالص. فالنهاردة حبيت أن أنا أنزل معاكم فيديو جديد بيتكلم على الأدوات المستخدمة لشبكة المية أو للحام شبكة المية، الأدوات المستخدمة في اللحام لشبكة المياه للخطوط البوليسية. الحاجات اللي احنا بنستخدمها للحام، أول حاجة بيكون عندنا المولد الكهربائي الجنريتور، بيكون عندنا مكنة اللحام الكهربائي الكتروفيوجن، عندنا كابلات اللحام اللي بتوصل من الماكينة للجاكات اللي بتركب في الجلبة أو التي أو اللي هي أي شيء اللي هيتلحم، عندنا كمان آلة القطع اللي هي ممكن المنشار الكهربائي ممكن المنشار اليدوي، عندنا كمان الآلة اللي بنقشر بيها الجزء بتاع الركوب اللي هو 8 سنتي. طبعا لازم ممكن تكون فيها بتكون تعرضت للشمس للتراب لأكسدة الجو، فلازم ان المكان الركوب اللي هو 8 سم ده بتعمل له على عمليه قشط زي نظام الصنفره كده، بس هي مش صنفره يعني آلة قشط. ممكن يستخدمها بقطر، يعني القطر بيقشط سمكه مليات. الحاجه الثانيه بيكون في ماده كحوليه بتنظف الجزء اللي هيركب في الجلبه، تمام؟ بعد ما نخلص عملية القشط القطع والقشط وكل شيء بننظف بمادة كحولية بحيث إن يكون الجزء اللي هيركب في الجلبة اللي هيكون عليه التسخين الكهربائي لحام الكهربائي نظيف، مفيش فيه أي شوائب. طبعا احنا كده عرفنا الأدوات اللي بنستخدمها في عملية اللحام الكهربائي. عندنا بعد كده القطع اللي بتستخدم في اللحام، يعني القطع اللي بنلحمها اللي بنعمل لها لحام زي ايه؟ زي الجلبة. الجلبة في منها نوعين، قطر 100 وقطر 150، زي الكي اللي هو القسام اللي بيجي عند تقاطع الخطوط مع بعضها، برضو عندنا قسام 150 على 150، عندنا قسام 100 على 100، عندنا قسام 150 على 100. الحاجة التانية برضو الريديوسر اللي هو النقاص اللي هو من 150، إذا عندي خط ماشي 150 وعايز أحوله 100 بيبقى في نقاص اللي هو الريديوسر 150 على 100. عندي الصمامات، طبعا الصمامات اللي بيركب فيها المواسير لازم يركب لها جلب من الجهتين، فالجلبة بتركب من الطرف ده والطرف ده، سواء كان صمام 100 بيركب عليه جلبتين 100، سواء كان صمام 150 بيركب عليه جلبتين 150. طيب ازاي انا بقوم بعملية اللحام، او ازاي ان انا بعرف اظبط درجة اللحام او وقت اللحام على قطر 100 او قطر 150؟ انا عندي ماكينة اللحام دي فيها قارئ للباركود، كل قطعة من القطع بيجي عليها باركود، الباركود ده مكتوب عليه الوقت بالثانية للحام كام ثانية، طبعا كام ثانية دي مقسمها على 60 ثانية بيديني كام دقيقة. في القطر 100 بيختلف، في القطر 150 بيختلف، وعليها وقت للتبريد. ما ينفعش ان انا الحم اظبط الماكينة مثلا لو الجلبة قطر 100 وجاي الثواني بتاعتها 180 ثانية يبقى 3 دقايق، ما ينفعش ان انا الحم 3 دقايق واقوم شايل اللحام على طول من مكانه، او ان انا احرك الماسورة من مكانها، لا انا لازم اسيبها مدة التبريد ان هي تبرد بحيث ان انا ما يحصلش اي تحرك للجلبة او للماسورة من مكانها، فيحصل عملية تهريب للمية بعد كده في اختبارات الضغط. طيب بالنسبة للقسامات،
برضو بدخل عدد الثواني اللي جاي على الباركود. طب افرض ان الماكينه ماهيش قارئ الباركود بتاعها بايظ، يبقى انا عندي لما بيجي لي على الجلب 400 ثانيه بقسمها على 60 ثانيه، تمام، بيديني تقريبا 6 دقائق و40 ثانيه. طيب لما يجي لي على الجلب 100 180 ثانيه، يبقى انا عندي 180 على 60 فيها 3 دقائق. طب جالي 120 ثانيه، يبقى عندي دقيقتين. طبعا انا بتكلم على اللي بيجي على الجلبه حسب اللي بيطلع من المصنع على مكتوب على الباركود الوقت بتاعها بالظبط اللي هي بتستخدمه في اللحام. انا ممكن ادخل ايه ده؟ انا ممكن ادخل 120 ثانيه، ما ادخلش 3 دقائق، 120 ثانيه على دقيقتين، بس بيديني كميه درجه اللحام وبيديني قوه اللحام بتكون كويسه، ما فيش فيها اي مشكله. برضه ال 6 دقايق و40 ثانية، أنا ممكن لو دخلتها يده وما قرأتش الباركود أدخلها 6 دقايق، برضه مش هتفرق ال 40 ثانية. ليه؟ لأن أنا بقدر أتحكم في الماكينة لما أدخل يدوي غير إن هي تقرأ الباركود، وبظبط الدرجة بتاعتها وبظبط الوقت بتاع اللحام. طبعا إحنا عندنا اتكلمنا عن اللحام، اتكلمنا عن الأدوات المستخدمة في اللحام، اتكلمنا على توابع اللحام. المختصر ان احنا بيكون عندنا الماكينه، المولد، الجاكات والكابلات، تمام، اله القشط، الماده الكحوليه، دي اساسيات الادوات اللي بتستخدم في اللحام. طيب الحاجه الثانيه عندنا ايه اللي بيتلحم؟ عندنا الجلب، عندنا القسامات، عندنا الجلب اللي بتركب على الصمامات، الصمام، عندنا لو في كلبسات برضو استخدمنا كلبسات بتتلحم، اي شيء قطع خاصه لها لحم، الصدات اللي هي نهايه الخطوط، كل شيء لها لحم. طبعا كل واحد بيجي مكتوب على الباركود بتاعه درجه اللحام ودرجه التبريد. ده بالنسبه لما يخص اللحام الكهربائي لشبكه البوليسلين، الادوات المستخدمه والقطع المستخدمه في اللحام. ان شاء الله نشوفكم الفيديو القادم باذن الله يخص شبكه المياه، يكون لحام على الطبيعه، ونشرح فيه على الطبيعه اللي احنا قلناها النهارده ان شاء الله. يا رب تكون المعلومه وصلت بالنسبه لشرح النظر. شكرا لكم جميعا، وشكرا لمتابعتكم.